على بركة الله متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. قصة غريبة وأقولها من أغرب القصص بإقليم تازة. الكل كيشوف واحد الشاب، كل واحد شنو كيقول عليه، شي كيقول مختل عقلي، شي كيقول مدمن مخدرات، شي كيقول كيتعاطى السيليسيون، شي كيقول حمق، شي كيقول ما عنده حتى شي واحد. كل واحد شنو كيقول، اللي هو اسماعيل بن يما. لكن القصة الحقيقية متابعي قناة شوف تيفي وبوجه المكشوف غادي يكشف عليها الأخ ديالو وحتى العائلة ديالو، اللي عياو يقولون بأننا عينا كلاونا في حقنا وبسبب العائلة خويا خرج على عقله. متابعي قناة شوف تيفي قصة بن يما اسماعيل، القصة اللي غريبة ديال شاب ذكي وشاب يجيد الغناء، يجيد الزجاج، يجيد الشعر، لكن الظروف والمشاكل العائلية خرجت ولا عقله. متابعي قناة شوف تيفي غتعاود زيد عندي غير شوية، عاود لي القصة. معيش أنا معك أخي. الله السلام عليكم بعدا، السلام جميع المغاربة. شوف نسى بأن كاينة شي كاميرا مشعولة ولا شي تليفون، وهضر معايا بحال اللي كيهضر معايا في الدار. واخا عبد الله، أنا المشكل ديالي مع واحد العائلة ديالي أخي عبد الله، واحد عمي في العروبية ملي كنا صغارين. خذ راحتك. ملي كنا صغارين كانت عندي أنا 9 سنين وخاي 7 سنين، وهي مات با دانا واحد الخشب ديال با الله يرحمه، ها هي عندي الورق ديال 7 المليون الخشب با كان طاشر وكان كيخدم به، دهنا كان ديما كيضربنا في العروبيه، ما خلاناش نهبطوا عند ما عندي واحد عمتي هي اللي هربتنا لها في العروبيه، راه هي تجي دابا تقول هاد الهضره. قلت لكم كان ديما كنتعرضوا للعنف، منو ديما الدق هنا كيسردنا نسرحوا، ولادو كيسردهم يقراو. منين كبرت انا بديت كنرد، تما ولاد خاه، انا ولاد خاه عمي هذا في العربيه، ولادو كيصيفطهم يقراو، ولادكم تما للسرحه، هنايا كيصيفطنا نسرحو، كيبقى ديما الدق فينا، ديما الدق. كنا كنتعرضوا لواحد الحقره، راه لا اله الا الله وصافا اخي عبد الله. قلت لكم منين كبرت انا في 2009 ما عرفتش، انا ما كنت كنعرف حتى حاجه، بغيت ناخذ حقي بيدي، مشيت كنصدق ضربته هو في واحد العرس د عمتي، ديت عليه 4 شهور الحبس. علاش ضربتي؟ علاش السبب باش ضربتي؟ ضربته اخي على حقي، ولا داك الضرب اللي كان كيضربنا حقرنا بزاف اخي، واحد الحقره راه لا اله الا الله وصافي. وخاي اسماعيل كان مزيان، كان دريرو نقي مزيان، طلع للعروبيه، منين هبط من العروبيه واحد النهار من داك النهار وخاي ما مزيانش، كان فتازا مزيان، كان مزيان. فين هي العروبيه؟ بالشيين، بالشيين قداما، منين هبط من تما نهار انا كنت داك الساعه في الحبس. ملي خرجت لقيت خايا انا كيتعاطى لهادشي في الشارع، كيناس في الزنقه، في الدار ما كيبغيش يجي، لا عيت معاه، كندابزو انا وياه ديما. ثالثا الوالده مسكينه هي اللي قالت لي ولدي السخط هرض، قالت لي واحد ضايع بلا ما نسيتو تضيع بجوجكم. قلت لكم السبب هو هذا عمي هذا اللي في العروبيه، ودابا جدي مات في 2018 وحقي دبا. منين طلعنا بغينا الاخر نقسموه، داروا واحد القرعه داروها مخربطه بيناتهم، انا عمري شفت راجل عمتي هو اللي كيكتب، هو اللي دار لنا داك الورق، راجل عمتي مهندس، هي مهندسه في اسفي، هو اللي دار داك الشيء ديال القرعه، دار داك الشيء. واحد عمتي ما كانتش حاضره في القرعه، منين جات شافت داك الشيء ما صافيش. انا قلت داك الشيء صافي، انا قنعت، واخا شفت داك الشيء قليل وما صافيش، قلت صافي هذا الشيء كامل فضل من عند الله، بين نخدم بين ندبر على راسي، نقد راسي، نقد خايف من الشارع. قلت لك اكمل يا اخي. ومنين داك عمتي مشات كدير لنا حتى التعرض على التحفيظ، لان جات هي ما حضرتش في القرعه، وكنت كنقول لها مع عمومي خليوها تحضر، راه ضروري، راه ما يمكنش انت تقسم الورث وواحد ما حاضرش. وتالي قال لك لا، راه عيطنا لها في التليفون، قالت لك اللي درتوها خوتي انتوما هاني معاكم. قلت لهم صافي اجي نتوكلوا على الله. حنا بدينا كنقسموا، وتما في الاخر شي وقع الغميز، وقع داك الشيء بيناتهم. يعني كتقول القرعه ماشي منصفه. ماشي منصفه، وحنا كانت مازال عايشه، حنا عاد ماتت في شهر 7 هذا، حنا ما دخلوهاش معنا في القرعه، حيدوا لها الجهه المزيانه كامله عطاوها لها. علاش؟ حتى هما بالشيين. واه بالشيين، هذا عمي هذا في العروبيه حيد الجهه المزيانه كامله عطاها لحنا، باش كان عارفه على ما يخرجوا داك الورق وتحفظ الارض، كان باغيها تسنيلو ولا ما عرف شنو كان ناوي هو في راسو. صدقات ربي دار مسلك الخير، داك عمتي عكست علينا، تعكست، لان جات لقات حقها ماشي، لقات ولاد خاها يتامى ماشي لمحقهم، وهاد عمتي هادي هي اللي كانت هربتنا منا من العروبيه فاش كان كيضربنا انا وخايش. دابا هذاك كان كيضربكم هذا عمكم؟ كان حاقرنا بزاف اخي، واحد الحقره انا راه في 2009 ضربته، راه بغيت نقتلو. علاش بغيت تقتلو؟ علاش؟ صافي القلب ديالي، كنت باغي نكمل حياتي كامله في الحبس، حقرنا واحد الحقره راه لا اله الا الله. حتى تقول دق في الصباح في 12 في العشيه يوميين، تالي كيقول لك سير تخدم وانت كتاكل الخبز، بقى كنخدم انا بالخبز. 20 عام ما جابوا لنا لا زيت لا حتى حاجه، وداك الارض كامله خدمها بو الله يرحمه،
انا عمومي كامله العائله د بني يما كاملين موظفين، يبا الله يرحمه، هادو اللي في العروبيه شويه، هادو اللي في تازا كاملين لاباس عليه. قلت لك با الله يرحمه كنخرجوا جدي مع هو الكبير، خرجوا من القرايه خلاه هو اللي يمشي نخدم هاد الزيتون، نخدم كلش، وبالتالي مات هي بالفقصه. انا با هي بالفقصه ديال خوتو، مات حتى واحد ما عقل عليه، حتى واحد المرض مسكين بالدياليز كان كيهز معاه هذاك الخنشه في العروبيه، اقسم بالله مازال كنعقل، كيهز معاه هذاك الخنشه حاشاك نتاع النبوله، كانت تبوشه هو وكيمشي وكيبدا كيخدم وخدام مريض وخدام مريض وخدام. واحد الخطره والله الا زطم على ذاك الميكا هذا باك هذا هو صاحبي، وتنقلط له تما صافي بدا كيدمر، هز ذاك الخنشه معاه وكيخدم وكيخدم مسكين في العروبيه. قلت لك المهم منين مات هما، وما مسكينه كانت مازال لابسه البيض صاحبي، لابسه اللباس بيض، كتعرض لجميع العنف، جميع انواع العنف كانت كتعرض لهم العائله ديالها. وعيت معاهم ديما عمومي، راه باغي نقد راسي، باغي نقد خاي، حتى هي انا ضايع، انا راه ربعه دخل هز الحبس، اجمل مرحله في حياتي ضاعت، مشات لي في الخوا الخاوي. شنو السبب هو هذا عمي؟ ندمتي عليها؟ انا ندمت بزاف اصاحبي، حتى انا كنفكر ندير مستقبلي وليداتي، حتى انا نقد امي انت من الكرا، هو من الكرا والله الا شهر 6 دعم الاول ديالو ملي كان ذاك الحجر، والله الا مازال كيسالونا. علاش راه لا لا راه شي بعض المرات اتاي كنشربو من السوس، والله السكر ما كنلقاش في الدراس. وانا عمومي كيتفتحوا لي برزقي الفوق، ومني قلت لهم القرعه مال اخر قال لك ايوا يجي شي واحد يحادي، قلت لهم القرعه راه ما صافياش، راه خصنا نعاودوها، وراه حيب بيا، وراه لا يمكن العائله اللي دير القرعه، راه خص ناس برانيين يجيو يديروا القرعه. القانون على يد المحكمه كتبان. ويد بالمحكمه هما داروها بيناتهم ضمسوها، حنا مات تعمل الاول، مات في شهر 7 اللي داز، عاوتاني تا عيطوا لي قال لك اجي راه جاتك واحد الجهه، الجهه قسموا، عاوتاني انا ما حضرتش القسمه، حنا جدي حضرت لها، حنا ما حضرتلاش. منين طلعت الجهه المزيانه كامله حدا الدار داوها هما وعطينا حنا هذاك الجهه اللي ما كتخلفش اللي ما كتخلفش. انا باغي نطلع شوف تي في، الناس كاملين غادي يشوفوا هادشي، غادي نطلع غادي يشوفوا الدار ديالو، يشوفوا داك الشجر اللي داي هو، ويشوفوا حنا الشجر اللي عطينا حنا هو تما. خوك اسماعيل دابا اللي راه في الشارع مسكين معرض للتشرد والضغوطات النفسيه. قلتي لي كان في تازا مزيان، طلع للمشيين رجع على العروبيه خاي، منين هبط من العروبيه خاي من تما هو ما مزيانش في 2011 تما دخل لهاد العالم ديال البليام 2011 وهو كينعسي في الشارع في الخربة. شكون اللي خلاه يولي في الحلاوه ديالو؟ اخاي اللي خلاه هو هاد عمي اللي في العروبيه اخي، اخاي تا خاي كان كيفكر كان باغي يدير شي حاجه غير خاي ما زعمش، انا زعمت درتها في 2009 تا خاي راه كان راه لا اله الا الله ربي اللي حاس بها، راك شتي ديما حرق راسو جوج خطرات، شعل العافيه في راسو، شعل العافيه في راسو جوج خطرات، تعذب اصاحبي راه الجهه كامله عنده مشات مسلوخه ديال الرجل، باش بغى ينهي راسو، بغى يقتل راسو اصاحبي صافي، راه ربي اللي حاس بينا اصاحبي، راه القلب ديال النادي طرطقات كاملين بينا. وانا عاوتاني هاد الايام بقيت كنقول لما راني غادي ندير غادي ندير غادي ندير، اما راه غادي يعوني راه حقي، اما مسكينه خافت عليا قالت لي يا وليدي سير للمخزن، قلت لها اما راه ما عندنا لا ورق لا حتى حاجه، باش غادي تمشي لهاد المخزن؟ انا كنمشي للمخزن اول حاجه كيسولك عليها الصوابق، عندك صوابق؟ عندك صوابق ما كيبغيش حتى يجريو معاك، ما كيعرفوك لا مظلوم لا ظالم، كيبقى يحاسبوك على شي حاجه قديمه، ويحاسبوا اللي السبب د هادشي من الاول كاع. انا كنت كنقرا على راسي، انا الثالث في العروبيه صاحبي، داك مع قريت التحضيري وجاوج هنا، وداك العام ديال الثالث بالله يرحمه، جيت الثالث العام الثالث 97 بالله يرحمه مسكين، كسروا عليه الديون، مرض طلع يعيش، طلع سكننا في العروبيه على حساب باش طلع سكننا في العروبيه باش على حساب يسكن فابور، بقى مسكين كيمشي يخدم الارض، كي قلت لك كيخدم بداك الخيوط مريض وخدام، واو كان كيدير الدياليز، كانوا الكلاوي بجوج. قلت لي ملي مات باك كنتو كتفطروا بالدق وتغداو بالدق مع عمكم؟ هو عمي وجدي حتى هو الله يرحمه دابا جدي الله يسمح له راه في دار الحق، حتى هو ما دار فيها ما كان كيضربكم علاش؟ ابسط حاجه ابسط حاجه، واحد النهار صيفطني نسرح البقره، مازال كنعقل اقسم بالله اخي عبد الله، صيفطني نسرح البقره والعجله ديالها، ومشيت حطيتهم في واحد الجهه ومربوطه، ورجعت للدار وشدني، بقى كيضرب فيا تاعيه تاعيه. علاش ضربك؟ تاعيه هو عيا، بقى كيضرب هو عيا، قال لك علاش تسمح فيها يمشي يجي شي واحد يديها، ومشى البقره لقاها مازال بلاصه، وانا كي رجعت الحميه كامله زرقاء، يعني بقره احسن من بنادم دابا. وا صاحبي راه بغى يقتلني داك، بقى كيضرب فيا، قلت لك تاعيه تا يدو ما بقاش كيقد يهز، ما بقاش كيقدر يهز باش يضربني، والخشب دبا الله يرحمه. هاي ومع عمومي راه عندي واحد عمومي، راه شي وحدين باغيين يشهدوا بنات، ما الرجال حتى واحد ما صدق فيهم. هذا رزقكم ما خديتوش؟ هذا رزقنا 7 مليون قلت شي 10000 ريال ولا 69000 درهم و485. هذا رزقكم انتوما؟ هذا رزق دبا الله يرحمه، خلاه عند واحد عمي في القدس هنا في الدار،
وداك عمي قال لك انا ملي قلت له تشهد معايا ورزقي مشى لي، قال لك با الله يرحمه هو اللي عطى الساروت لهذا اللي في العروبيه. هذه عن طريق خبير محلف هذه الوريقه. هذه الوريقه با الله يرحمه كاتبه بيدو، هذه كاتبه بيدو اخويا عبد الله، هذه ذاك الماتيريال اللي كان كيخدم به با الله يرحمه. دابا انت يا هو وفي التالي شنو جا قال لنا؟ قال لك مشيت حقا نبني واحد الظرف كتامه ودرنا لها السيمه مسوسه وطاحت وراه ضربوني وداو لي داك الشيء. ما عرفناها واش نيشان واش الرزق ديال التامه. تلك نيشان ولكن هذا تقدر تكون نيشان ربي ما خلاش يتصرف في ذاك الرزق ديال التامه، يقدر يكون باعو وجا طلق هذه الكذبه هذه. لان عمي انا كنعقل عليه هذا في 98 كان كيبيع الحرشه وراه يبيع في لاكار. ودابا؟ 98 كان كيبيع الحرشه با الله يرحمه مات في 99 في 2000 عمي ولا كيدير لاباس. كيدار لا الله اعلم، كيدار لا الله اعلم. هو راه دابا هادشي وادي يسمعوا وادي وادي يتفكر وادي يرجع 20 عام له ناس غير ما عارفش. كتقول سماعين سببه هو هو اخي هو هما اخي هذه الحاله اللي فيه اخي واحد البريسه وواحد الحقراره. ولكن انت كامله كتعرف سماعيل وما كتعرفش القصه هذه. ما عارفينش الحقيقه، كيشوفوه صافي راه حمق راه في الشارع سماعيل برزقه هو راه عائلته سامحين فيه وما سامحينش فيه اخي راه ربي اللي شاف. انت ديما حدا وهو ما كيحملش الدراسه. واش عام خطره دازت على حسابه؟ واش عام خطره كنت كنبغي نهبط للحبسي على حسابه؟ كنجي كنلقى شي واحد حاقر وما كي ما كيبقى فيا الحال اصاحبي ما تضربوش في ذاك الحاله هذيك. ودابا كنشوف شي ناس هكا ينقدوا لي هذاك خاي بعد انا علاش قلت لهم عطيوني رزقي؟ بغيت اخاي باش نعرف فين نمشي، ما عندكش فلوس كلامك مسوس ما كيبغي حتى واحد يوقف معاك. بغيت انا رزقي باش نجري على خاي، باغي نقد خاي اخي، خاي كيضيع لي في الشارع نهار بعد نهار حدا عيني يوميا، حتى انا كنبيع في المارشي تما. قصتك غريبة. كنخدم غير مع الناس اخي عبد الله، ومرة خدام مرة ما خدامش، رمضان كامل انا خدمت والله الا مشيت الا داويت به راسي، صبحت العيد درهم اللاص، رمضان كامل وانا خدام، ما دري صحابي كاملين شاهدين. وتبتي حسن السيرة ما بغيتيش تبقى ما باغيش نرجع للحبس اخي، 2016 شاليت مع الحبس، كبرت دابا ماشي طريق ماشي طريق ما باغيش اخي داك الشيء، انا شبعت من داك الطريق وماشي ديالي داك الشيء اصلا، انا عمومي هما السبب ديالي في هذا الشيء هذا. كتقول الشده الاولى تشدي من الشده الاولى على عمي هو اللي وسخ لي الدوسي هو منين ضربني ما داش العقوبه، انا منين ضربته ديت العقوبه ديالي. متابعي قناة شوف تيفي فاطيم الزهراء، إلا كتسمعوا فاطيم الزهراء واحد البنيته اللي هي أخت بن يما، الكل كلشي كيعرفها. وكنشوفوا هاد البنيته هادي اللي كتطلع مسكينة كتخدم في واحد المحل ديال المأكولات، وكتطلع متابعي قناة شوف تيفي وتطلع داكشي اللي كتب الله وتطلع الماكلة، وكنشوفوها كتعطي الماكلة لسماعين حدا واحد الطوابل ديال الطرافة. معروفة فاطيم الزهراء بأنها كتهلا في خاها سماعين. من اغرب القصص اللي كاينه في اقليم تازه. راه ما كانوش الناس عارفينها وصافي اخي عبد الله، انا كنت كنقول عمومي كل خطره كيقول لك ايوا انا نعطيك عين ايوا عين. ذاك الخطره هذا عمي اللي في العروبيه شنو قال لي؟ قال لي لا دير لكم شي حاجه بيناتنا الله. عارف راسو داي هو، عارف راسو داي هو، عارفني انا عارفو انت داي. عارفك انت داي لي رزق. ولكن هو ما كيشوف سماعين الحاله ديالو. شاف الحاله كيدوزو حداه عمومي، عندي واحد عمتي في البلديه. في تازه؟ هو هنايا. عمتي وحده اللي خرجت التقاعد الحاجه هذيك هو الله يعمرها سلعه. راه الناس كيعرفوها انا في البلديه هذيك الحاجه وقفت معانا وجات في ذاك الحجر الصحي وخلصت علينا مسكينه شي شهرين ديال الكرا، ومره مره كتعطي لما هذيك هي الوحيده اخي اللي شتي انا وقفت معاها. ولكن انتوما كاملين كتقولوا بان عمكم هو سبب سماعيل. اخي هو السبب سماعيل. وعمكم كيشوف سماعيل في الزنقه حالته كي كيشوفو كيطلع عنده تال العروبيه كيضربو يجري عليه سيره الحمق سيره كيطلع عنده سماعي تال العروبيه وهبط مسكين مسكين تما مضروب في هذه الحاله هذه. اقسم بالله اخي الناس العروبيه نجيبو كيقولوا سماعي واخا خرج على عقلو شنو كيقول على عمو؟ كيقول لك ربي يخلصو. ربي يخلصو ديما دابا كيقول لك انا ربي بغاني نكون في هذه الحاله هذه، يقول لك ربي بغاني ولكن ذاك عمي ربي غادي يخلصو. صافي راه بزاف على هذا الشيء صافي راه لا اله الا الله اخي عبد الله. انا بغيت يديروا معايا شي حل، بغيت حقي يرجع لي، وقفوا معايا الناس ديال الامن الناس ديال السلطات ديال البلاد يوقفوا معايا يعطيوني حقي. عمي اخي راه حقرنا بزاف، حقرنا واحد الحقره لا اله الا الله اخي، حقرني واحد الحقره اخي لا اله الا الله. انت دري في عمره 9 سنين 8 وخاه 7 سنين وباه مازال خضر في القبور وانت خدام كتضرب فيهم بلا شيء لا شيء اصاحبي. اقسم بالله العظيم لا شيء اخي عبد الله، راه لا اله الا الله اخي عبد الله. لا حول ولا قوه. شحال من خطره كنا كندوخوا كنديروا ذاك المخدرات كنفكر في الانتحار كنفكر، ولكن الا مشيت ما مسكينه الزلمه عندها جوج دراري واحد ضايع في الشارع، الا مشيت لا انا شكون؟ انا اللي انا هو اللي وقف لهم دابا باش بغاو يعطيونا ذاك الشويه اللي راه مضحكين علينا به. ما راه ما كناش غادي نديو حتى حاجات. امك شنو كدير دابا؟
ما مشي كاينه كتبيع الحمص وكتبيع الحمص ميكا. واه كتبيع الحمص وميكا في ليراك. حمص وميكا واه شحال كتصور اخي عبد الله؟ 20 درهم 25 درهم في النهار كامل كتقيل في وسط الخضاره في هنايا في ليراك. شي يدفعك منها شي يدفعك منها. واحد يطيح الهضره حداها وتجي مرا تسبها تجي بنت تسبها مشي كاينه وصابره وما كتقدرش تقول لي هذا الشيء. فاطمه الزهراء شنو كدير؟ فاطمه الزهراء اختي خدامه في الريستوران مشي كاينه. اسماعيل شنو كيدير؟ اسماعيل راه في الشارع اخي ضايع هذاك. انت شنو كدير؟ انا كنبيع ونشريه مع الناس هكا مره خدام مره يعني المدخول كامل النهار ما كاملش 50 درهم لا نسال ماكله كاملين بينا اخي عبد الله. راه لا اله الا الله راه ربي اللي حاس بينا شحال خطرات الثلاجه والله الا كتبقى خاويه. عمك ما انبوش الضمير ديالو عيطكم شي ما انبوش الضمير كاع اخي حتى في شي حاجه. انبو الضمير فهاد رمضان هذا ما عرفت شنو جايب لي واحد 20 لترو ديال الزيت هذا اللي داينا هاد 7 المليون ديال الخشاب وداينا هاد الارض كامله جايب لنا 4 5 ديال الزيت اخي عبد الله. انا تهبط معايا والدوقه والله ما تدوز لك من هنا. جايب لي واحد الزيت قديم قديمه وي وي والله ما تدوز لك والله ما تقدر تغمسها. كتكحل كتكحل واه صاحبي جا قال لك ايوا هذه راه بقات من ذاك حقكم ديال حناكم ذاك الخطره وراها دازت بالغلط عندنا. انا غلط راه الارض كامله غلطه اخي عبد الله اقسم بالله. مره كيخطا في كلمه مره كيخطا مره كي غلط حقكم عندي ولا كل خطره وشنو كيقول ما شاد حتى طريق هذاك كيصلي وما شادش طريق الصلاه لان كيجي حتى زاد عمك كيجي كيشوف اسماعيل كيشوف اسماعيل كيجي راه كيجي كيبقى يبيع لذاك البن ديالو وداك الشيء كيجي السويقه حتى هو وحدان كا شايف اسماعيل حداه والو. واش هو هادي يسوق اسماعيل؟ شو هو اسماعيل ملي كان عنده 7 سنين دالو رزقه وعاد هادي يفكر فيه دابا كيفكر في ولادو اخي وداك ربي ما عاد داك القلب ديالو انا ما عرفتش كي داير. اسماعيل حاول انه يتسحر بالعافيه جوج مرات شعل مرات بغى يشعل شعل في راسو العافيه قال لك انا باغي نموت انا ما مستحملش. وهاد الصباح مسكين اقسم بالله اخي عبد الله ملي كنت باغي تجي تهضر معانا تلاقيتو شنو قال لي مسكين؟ قال لي اخي يديوني للطبيب. قال لي انا ما عجبانيش لا على هادي كان صاحي على الصباح. قال لي اخي واش انا هادي هكا كنت والله الا الدمع هبطوا لي في الصباح هذا اقسم بالله اخي عبد الله. قال لك انا ديوني للطبيب. قلت له شنو ندير لك انا راه ما عندي حتى حلاص انا براسي ما نقدش راسي كندير نقدك انت حتى انا راني داخل في هذا العالم بالمخدر اساسا. كيتينا يا صاحبي السبب ديالي اخي هذا عمي هذا اللي في العربيه اللي اخذت فيه الحق وغدا امام الله دابا نتحاسبوا. ما حتى في الدنيا راه ما غاديش نطلق منه راه المخزنه هو كاين رانا بلاد القانون. هو في العربيه اللي كيقرب كيقول لك والله اللي زاد عندي ندير له ونفعله والله اللي دار عندي زاد عندي ندير له ونفعله. المخزن راكم كتعرفوه زعما انت عايرود. لا ولكن المخزن مع المظلوم ماشي مع الظالم. واه زعما هو عايرود انت يا راك ظالم راه المخزن راه هما غادي يعرفوا الحقيقه ديالو كامله اخي عبد الله. ومازال عمره عماماتي كاينين غادي يشهدوا فيه واحد الجوج راه غادي يشهدوا فيه. وحده راه مشات عدى عليها هذاك الخطره في العروبيه مشى جاب واحد البقره ديالو مشى كيدخل دخل قلت لي شي نهار ربطك في شي كوري مؤخرا واه في 2013 طلعتي في كوري نسيت نعاودها لك. واه مع 2009 كانت عندي مع العداوه وضربت العقوبه ديالي وخرجت في 2013 طلعت تما مع عندي با الله يرحمه مدفون تما في العروبيه. انا طلعت نزور غيب با الله يرحمه جيت دايز محداه ما عقلتش انا تلقيت راسي في الكوري عنده مربوط واقف عليا هو ونسيبو وجدي كان جدي مازال عايش داك الساعه وخدامين كينضربوا فيا. منين هبطت انايا للمخزن مشيت للطبيب راسي كامل مضروب راسي كامل مطرطق رجلي عطيني شهاده طبيه فيها 20 يوم ديالاش ما لا ما صالحه لا الاعتقال لا حتى حاجه. منين بقيت كنمشي من دائره لدائره من دائره لدائره بالطريق قلت لي عند الجدارميه وانت مفصل كامل انا كامل مدقدق عييت اخي ذاك النهار وما عندي حتى الطاكسي ما 2013 عنديش 2013 هذه حتى فلوس الطاكسي ما عنديش رجلي طابو في التالي خليتها هكا قلت خلي ربي يخلص اقسم بالله. وهذاك الليله والله وكما فسخت يدي والله يا اخي عبد الله الا فسخت مع واحد الحديده في الكوري عتقت له بالعصا وربطك في الكوري وبقاو رابطيني تما وخدام كيضرب فيا وانا مربوط. منين جيت هنايا المخزن ما شنو دير؟ قال لك انت هاجم عليا هو في العربيه كيقول لك انت مهجم عليا. شنو مهجم عليك؟ انا طالع نشوف القبور دبا الله يرحمه مهجم عليك. طلعت نشوف قبور دباك طلعت نشوف با نزورو شحال هادي ما زورتي باك دابا مدة اخي ما كتقدر فين غادي توصل تما هو عنده تما نسابو عنده هذه كيبقى يتعاون اصاحبي هذا العام هو ونسيبو اصاحبي راه بقيت كنشهد وما حنش فيه. بالتالي منين حسيت براسي مربوط والروح غادي تخرج اقسم بالله اخي عبد الله بقيت كنشهد. ومنين بقيت مربوط بقيت كندعي يا ربي يا ربي لا ما صافي توقدت بقيت كنقول يا ربي دير لي شي حل يا ربي يا ربي نجيني منه يا ربي. تفتخت رجلي فتخت يدي وفتخت رجلي وعاد هربت صدقت كملتها على رجل تا وصلت نص الطريق حدا قلدامان وشديت واحد الترونسبور جابت قلت له انا مزاوك هبطني درت اوتو ستوب في الطريق. هادشي قاصح اخي منير فصدق قاصح اخي منير فصدق او لا تصدق اخي المغربي ماذا يقع ببشيين في قلدامان. راجل اقول له بعقله
كبير وحافظ القرآن وكيصلي زعما، ولكن شد منافق مواطن مغربي، منافق منافق، شد حافظ القرآن مواطن، لغويا ما شد حافظش مواطن تطبيقيا. مغربي وربطه وعطاه قتل هاد العصا. كيف يعقل ولد خاي بعد ما يموت خاي ونشد ولادو ونفطرهم بالدق ونغديهم بالدق ونعشيهم بالدق ونخرجهم يسرحوا، وولادي انا نطلعهم مهندسين ودكاتره؟ كيف يعقل ولد خاي نبقى عليه بالضغط، الضغط المعنوي والضغط الجسماني والضغط المادي حتى يخرج حمق؟ وكيف يعقل ولد خاي نسبب له في الحبس؟ وكيف يعقل ولد خاي يطلع للطبيب على لسان هذا الصديق، اي يطلع لعند القبر دباه ونشدوه ونربطه؟ فراها الدنيا قصيره يا الله اخي. اكبر الحق، الله اكبر الله الحق، اكبر الحق، يسالي ادم يا اخي. وكل كلمه حق تتبعها ادم. حسبي الله، يسالي ادم. شكرا اخي، الله يسهلك. فلا صوت على صوت الاذان متبعي قناه شوف تي في. اخاك فين راه دابا؟ راه في الشارع ناس منير. اخي من الله، البعيد نطو دابا تلقانا من البعيد في الشارع. اشكون على هذه الحاله؟ عشتي مع الدراري؟ يبقى من البعيد يا اخي نعم منير. اخويا انا عارف ما كتبغيش انا الانسان هذا الصديق ديالي، كنعرفهم خد اخويا كنعرفهم من الطفوله ومن الصغر كبر معايا، ويعني هذه القصه اللي كيقول المواطنين راه حقيقيه، ماشي خيال ولا كذوب، ولا قصه حقيقيه واقعيه، وحنا كنشوفوها وعايشينها معاه كصديق كاخ ككل شيء فيه. يعني كنقول انا الله يغلب الله يغلب المظلوم مع الظالم. يعني اسماعيل شاف الحاله ديالو، اسماعيل الاخ ديالنا حتى هو ما كانش هكا، كان انسان نقي وكبر معنا وسكن معنا، ضرب معنا واحد 4 سنين ولا 50 ديال السكنه، يعني لا ما صلحها انسان مزيكن. يعني شنو نقول لك، كان في شكل وكان ولا في شكل، يعني لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وست به مساكن عاشوا معنا بيت، وحاليا حاليا دابا راه ما بحالمش، حاليا دابا الانسان هذا اللي كيطلب حقه كيهضر مع الناس باش يتواضعوا معاه يشوفوا له حقه مع الناس هادو. يعني العموم ديالهم لاباس عليهم، كلشي مسك عليه الله، اللهم لك الحمد، الله اللي عنده الله يزيدو، اللي ما عندوش الله يعطيه. غير حنا كنطالبوا الناس يتواضعوا معنا على هذا الانسان هذا، على الصديق ديالنا، باش يعطيو حقه. انا يعطيو حقه لان كيطالبوا، هو كيطالبوا، هو كيطالبوا بالقانون، كيطالبوا عادي، كيطالبوا حبي. يعني كتعرفوا انتوما، كيعرفوا الناس الاخوان الورث، كي الله يستر كيوقع فيه الروح الورث حاليا، كيوقع فيه الروح دابا حاليا. وان الانسان ما نتفاداوش هذا الشيء، يحاولوا نتفاداو، الانسان يعطي الحق الاخ ديالو الولد اخوه، ويعيشوا حتى هما، ويعيشوا داك خوهم مسكين اللي راه حمق دابا في الشارع كيتسالى، كل واحد شنو كيقول عليه الله يحسن العوان. حنا ما كنقولوش حمق، لان كبر معنا في الطفوله ديالنا والصغر وكذا، كان ولد بلادنا وخونا كاع اصلا، والله يعفو والله يجيب الهدايه هادشي اللي كاين، والله يهدي هاد الناس، يعطيو لهاد الصديق والاخ ديالنا بن يما. الناس كيهربوا من الحبس دابا، الناس كيهربوا من الحبس لان ما بقاش فيه، لان الحبس ما بقاش فيه. حنا دابا كنجوعوا على برا، عاد نجوعوا في الحبس، يعني حنا غادي نجوعوا 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 برا احسن، علاش غادي نجوعوا في الحبس؟ الحبس دابا اصلا جاع، لا لا باني لا ماكله لا هادي لا لا مرقه، المرقه ما كتشوفهاش حاليا. حنا ما نعاودوش داك الشيء، ما غاديش نزينوا للناس راه الحبس مزيان، راه كيخرج طريق الحبس، راه ماشي الحل. الحل هو نلتجئوا الاخ عبد الله شوف تي في، ما حد معنا شوف تي في الحمد لله، الصراحه كتبان اي حاجه، نوصلوا الصوت ديالنا للمواطنين يتساعدوا معنا ويتساعدوا مع هذا الاخ هذا. وشكرا سي عبد الله، شكرا شوف تي في.
خاك فين راه؟ خاب الله دابا خير راه نهبطوا القهوه في الشارع ناعسه. نمشي نقلبوا فمتابعي قناه شوف تي في على المباشر غادي نمشي نقلبوا على خاك ونشوفوا فين راه. واه خاب الله. يلا طلعوا الدراري. طلع يا اخي. خاب الله بغيت هذاك القضيه ديال الورث بغينا نعاودوها اخي وتعاود. نهضروا عليها في السياره. تعاود بالمخزن. واه نهضروا عليها في السياره. سير طلع. صافي يا اخي. مرحبا بك السيموني حاشاك اخويا. حاشاك اخويا منى. تابع القناة قصة غريبة ما ويقع بتازة غادي نمشي ونشوفو. اسمحوا لي انت عارفو فين كيجلس اخويا. واه واه وكتشوفو يوميا كيجلس يوميا اخويا وما قادش ندير له الحل. اكسيموني الله يسهل عليك. ندير الحل اخي اخي ما عنديش ما عنديش انا براسي وما قادنا انا قدش راسي اخي غادي ندير له هي كنقطع في قلبي القلب ديالي كيتقطع من جهته غير هكا كي ديما يوميا من 2011 دابا 10 سنين ديال العذاب اخي عبد الله 10 سنين وانا في العذاب نديرها غير ديرها هنايا فصدق ولا تصدق متابع قناه شوف تي في مي كتلقى اخ اكسيموني الله يبارك اسيموني مي كتلقى اخ متابع قناه شوف تي في غادي يديكم على المباشر باش تشوفوا الاخ ديالو حاله اغرب من الخيال متبع قناه شوف تي في حاله اغرب من الخيال متبع قناه انت ما تبغيش خاك حتى شي واحد يشوف فيه فما بال الاخ ديال هذا السيد اللي معنا اللي كيعيش عيشه قاصحه متبع القناه وقال له الصباح اخويا بغيت نبره ما بغيتش نبقى هكا وكيقول هذا السيد كتقول بان عم مكوس هو السبب اخي الله ياخذ فيها الحق اخي دنيا واخره الله ياخذ فيها الحق انا كنت كنقول معليش الدم الله يسامح هادي معليش ولكن هو ما بغاش يحشم دانا رزقنا وانا صغير 9 سنين ودابا عاوتاني باغي يدي لي رزقي ديال الارض عاوتاني خرج بزاف اخي واو خرج لي على اخي واش شحال هادي يعطيني باش يرد لي خاي شحال شنو هادي يعطيني في الدنيا هادي انا باش يرد لي خاي هذاك باش غادي يرجع عاد خاي راه بغينا غير نردو للدار ونشوفو فيه ما يبقاش في هاد الزنقه وصافي شنو اخاي اسماعيل عاد يرجع كي كان اخي عبد الله راه لا يمكن اصاحبي ربي سيدنا موسى قال له شنو شدو عضودك باخيك فين راه خاي انا اللي يشد عضودي به فين راه ندمرو عليه هو الله ياخذ فيه الحق اصاحبي الله ياخذ فيه الحق دابا كاين غير في الزنقه واه اخي عبد الله راه واه واه ما كيجيش للدار كيجي هي ياكل هكا الا دينا حنايا ما كيحملش الدار بحال اللي داكشي اللي فيه ما كيبغيوش الدار كاع ما عرفت واش هادشي ما واش شي سحر رموه عليه ولا بداك البريصه اللي وقعت لنا ولا الله اعلم حسبي الله ونعم لا اله الا الله محمد هانتوما كتسمعوا متبع قناه شوف تي في صدق اخي المغربي او لا تصدق حنا غاديين على المباشر بعد ما سمعنا الاخ الكبير على انه تعرضوا للظلم طرف العم ديالهم قال على اللسان ديالو فطرنا بالدق وتغدينا بالدق وتعشينا بالدق وخلينا البقره مربوطه وجينا وكينا بلاص الدقه بلاص البقره الدق فكيف يعقل اخي المغربي البقره ولات غلا من البشر في الزمن واخا عبد الله راه ربي شاهد عليها ربي وانا وهو حتى هو شاهد عليها البقره غلا منك ديتها واه خليتها مربوطه في وسط البلاد ديالنا ما كاينش لي حديها جاب لي غير السبه كان خصو غير يضرب خصو غير يضرب كانت عنده يمكن شي عداوه قديمه مع با الله يرحمه ولا ما نعبردها فينا ولا لا ولا الضحايا يمكن ديالها انا الضحيه ديالها جات فينا حنايا ما داك مات اصاحبي خصو يدعي له بالرحمه ولادو خصو يديروا ولادو عبد الله ياخذ فيها الحق وصافي الله ياخذ فيها الحق ما مسكينه شحال ضرباتها واحد عمتي هادي اللي في اسفي واه شحال ضربت لي اختي وكبت لي على اختي الماء سخون مازال مسكينه راسها لدابا واحد عمتي الدرجه هادشي واه اخي عبد الله اقسم بالله دابا انت دابا انت اخي بني كبت لها الماء سخون اصاحبي غلا يبغى طيب مسكينه هي اتاي باش تاكل كان بو عاد ماز داك العام اقسم بالله اخي عبد الله لا كبات ولا راسها الا هادي دابا 99 وشعرها مازال مسكينه خفيف طالع دابا انت ملي كتشوف خاك في ذاك الحاله باش كتحس اخي القلب ديالي كنبقى باش ما عارفش داك الاحساس ديالي انا القلب ديالي كيبغي غير بوحدو كيبغي يخرج اقسم بالله اخي عبد الله كنبقى كنرجف في قلبي كيبقى كيضرب بزاف ما لاقيلوش الحل اصاحبي الحل ما عنديش رزقي ماشي عطيوني غير رزقي انا نقد خاي عطيوني غير رزقي عمومي عطيني رزقي اصاحبي انا غادي نقد خاي عارف كي ندير له ما بغيتيش تنقدو انتوما ولا تنقدوني انا نقد خاي عطيوني غير رزقي اصاحبي ما طالب حتى حاجه
ورانا في بلاد القانون اصاحبي، والله ينصر سيدنا. وي كاين القانون، عندنا مالكنا في البلاد اللي كيحكم، عندنا بلاد ديال القانون اخي. لحد الان كتهضر غير في المنطق، كتهضر غير اخي. كنهضر مع حق على حقي انا. حقك وي، انا عائله محافظه وعندنا الصوره ديال العائله الملكيه راه عندنا في الدار، معلقينها حدا الصوره ديالنا وكذا، دايرين من العائله ديالنا. علاش عاش الملك؟ حنا بلاد القانون اخي، هذاك راه داير لنا شي حاجه خارجه على القانون. انا بغيت الناس المسؤولين ديال البلاد يطلعوا اخي تما ويشوفوا كي شنو كاين، يطلعوا غير يشوفونا ويشوفوا هاد اليتامى هذا حقهم فين ماشي. انا بقى هكا ما بغيتش انا نزيد ندير شي غلط اخي، انا ما بغيتش نرجع للحبس، ما بغيتش نرجع اخي عبد الله. راه واخا ندير شي فضيحه في راسي كما قلت لي، راه نقدر نحرق راسي هاد المره وما نهبطش للحبس اخي عبد الله. ما قادرش انا على الحبس، ما قادرش، ما قادر ندير حتى حاجه، باغي نقد راسي اصاحبي. قلت لي ماشي طريق اصلا، ماشي طريق اخي عبد الله. واش الحبس كاين الناس راه الحريه واش عندها الثمن اصاحبي؟ ومن 2016 اخي عبد الله ما رجعت للحبس، ما باغيش نرجع له كاع. وما عمري هذا الانسان ما كان كيفكر يدوز شي نهار الحبس، حتى دوزتو على عمي. يعني انتم كتقولوا راكم بحقكم ولا انياكم هضومي الحق؟ حقي ماشي لي اخي، يعطيني حقي اخي. انا ما الا ديت له حقه اخي راه ربي يحاسبني، انا يعطيني حق. ملي توفى الوالديك وما استفدتو حتى شي حاجه. سام حاجه اخي، 20 عام واه، وجدي منين ما بغاتش امانا تخلينا في العروبيه ليلو باش يحرت علينا، كيحرت على با الله يرحمه. دخلتكم للمدينه؟ دخلتنا للمدينه وهربتنا، البنات هربوا بوحدهم في واحد الليله، وحنا تهربتنا واحد عمتي واحد الليله. وهذا عمي هذا كان داير يدو هو وجدي في الدق، ديما الدق هذا عمي ديما الدق. فسمعتوا القصه الغريبه متبعي قناه نشوف سيفي هذا الشاب اللي حدايا، ودابا حنا غاديين مباشره متبعي القناه فين كيجلس الاخ ديالو. تشوفوا المنظر الصادم متبعي قناه شوف سيفي، وتشوفوا المنظر الاليم. تشوف الخبز حطه في الارض، حطه في الارض من الارض ياكل. تشوف الخبز تما صورها، تشوف الناس كامله متبعي قناه شوف سيفي كياكل من الزبل حاشا. علاش علاش بغيتي تفرقع تخش هذا؟ علاش اخي؟ عييت صابر، عييت يا اخي، عييت صابر اخي بزاف. جدي مات في 2018، هذه 3 سنين حقي دلورت مشالي. با الله يرحمه مات في 99. هذا عمي دانا ذاك الخشب صافي، قلت انا مني ضربته هو ما سمح ليش انا دوزت العقوبه ديالي، حتى دوزت العقوبه عاد قال لي الله يسامح عاد سمح لي. من يعفى الله عما سالف ذاك عمي رزقي كيكون غير هنايا. زيد شويه اخي عبد الله فهاد الهضره. فمتابعي قناه شوف سيفي، هذه هذا هو السيكتور فين كيكون هذا الوليد. هذا سبعه على قليل غادي نقلبوا عليه. قال لك ربي شهادي الا ديت لك شي حاجه. ونشوفوا كيف ولا شهاد ربي اصح. نشوفوا كيف ولا هذا الوليد. متابعي قناه شوف سيفي، انتم مباشره معنا في هذا البث المباشر. اخي عبد الله ما هذا الهضره منا كيكون. منظر صادم غتشوفوا متابعي قناه شوف سيفي، ومنظر اليم ديال اسماعيل اللي كان ضحيه ديال عنف اسري. اقولها عنف اسري اقولها متابعي قناه شوف سيفي، عنف اسري اقولها متابعي قناه شوف سيفي. شويه وغادي يبان لنا اسماعيل يمكن كيكون جالس غير هنايا ضحيه عنف اسري متابعي قناه شوف سيفي. كيكون غير هنا كيجلس. واه راه ما كاينش، ما كاينش ندبروا راه القرعه ديالو راه الخبز ديالو تما عبد الله، جي صورها يشوفوها الناس. واه نهبطوا اهبط اهبط نشوفه في الجردة. نشوفه في الجردة، معليش نشوفه في الجردة. هنا كيجلس ياك. وادي يا بلاصة السعودية. ما بالكش بنيما؟ ما بالكش ياك. هذا راه الخبز ديالو في الجردة. نشوفه في الجردة. واه راه الكرتون علاش كاين عسل. كيكون هنا كيدور في هذا الشارع هو في هذا الشارع. فانتم ما عمركم ما شفتوا اخ كيقلب على خوه متبع قناه شوف سيفي. مره ينعس في الخربه، مره ينعس هنا، مره في الزنقه كنلقاه مع تريطوار ناعس. اخ كيقلب على خوه متبع قناه شوف سيفي. هذه بلاصتو هنا كيكون هو. ما بالكش بنيما؟ بنيما ما بالكش؟ الله يحفظك، الله يسعدك، الله يحفظك. قول له فين راه؟ فين هذاك اصاحبي؟ حنا حداك دور هنا من هذه الجهه. من هذه الجهه راه في الطبله. راه في الطبله راه مع نبيل شاد مسكن هذا الدري، ولد الجيران كيبقى يتهلا فيه يعطيه ياكل. نقلبوا عليه هذا الدري ديما كيتهلا فيه مسكن هذا نبيل. هذا هو خاين هذا منير هذا نبيل. واه عفسو عفسو كبر معنا في الدار ديما كيحن فيه مسكن كيعطيه ياكل منير. عاوتاني هكاك الاصدقاء ديالي هكاك. ها انتم متبعي قناه شوف سيفي. الحاله ديالو كي داير اصاحبي؟ يلاه هو
متابعي القناه قصه غريبه اللي غتشوفوا دابا. قلبنا على دري شوفوا قصه غريبه. نبيل نبيل شد اخي نبيل شد اخي لا ما شفتش داك لا حيد اجي شد لي غير منه على عمي تازمدي شد انت هذا هو اخوك هذا هو اللي وقع عليه المشكل هو اسماعيل الحاله ديالو ها رجلاه الحاله ديالو الحاله فين هذا عمي هذا فين مخلي لي خاي انا الحاله ديالو تازم دينتي من اجمل المدن داخل ليها امبور والخارج منها مساخي والغريبي لا طلب ديف الله يدوز ليا مشهور خيرنا زمان جي اليوم راهو باقي جلت شلاها قالي ممدون وشعل ما جلت زاد عشقي ليها تازم دينتي من اجمل المدن عمري انا ما نسخى بيها ناسها ناس الخير الجود واحرار على خير بلادهم رمي برواحهم في النار او في الملك محمد السادس او بيا حتى الاخر رمخ حتى الاخر نهار راعينا نتمنى ربي يخلي لينا ويرحم بوجدو يرحم مقاومين اللي ردوا بلادنا ليدينا راعينا نتمنى ربي يخلينا اول هام حرقت راسي على ود حزب الاستقلال تحركت العداله في عقلي بوت فليقه معلم تي في اشر مخاطر عاودي على القصه ديالو كيوقع له القصه ديالو اخي هذا هو اللي وقع له مشكل معاه اخي واه هبط طلع العربيه هبط ولا هكا داير من رد الهضره صحيحه هذا هو اللي كنا كنهضروا عليه قبيله واه هذا اخي اسماعيل بن يما واه وكدير السيليسيون اسماعيل وكدير كل شيء ديليو وكل شيء اه الميكا هادي انا نشوف انا نردها لك لا نردها لك هذه عامره عامره وهذه تخدير ماده صناعيه وحده فوضى الشارع العام سيليكي فا متابعي قناه شوف سيفي قصه عاود لي عاود لي عاود لي على خوك القصه ديالو انا فاش خرجت من الحبس في 2000 كتضحك باش ما تنفجرش يا اخي كسرت الهم كتضحك اودي كنت شنو باغي تطلب يا اخي كنطلب باغي نقد خايا اخي هاد العائله ديالي عطيوني رزقي اخي هذا عاد باغي يعرفك واش نقد خايا هذا راه ماشي بحال اخي هذا عاد باغي يعرف معتز خويا معتز خويا راه عارف بحال هي كنقول مزياد قيوم صافي 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 انا اخي 2011 كنت في الحبس خرجت في شهر 2 2012 لقيت خايف هاد الحاله طلع العربيه هبط من العربيه دابا هاد الحاله بسبب عموك السبب عمومي اخي من العربيه داك عمي اللي في العربيه اخي هو السبب وكان طالب باستقرار في مستشفى الطب النفسي لا معليش كان طالب باستقرار ما كتديوش الطب النفسي ما كتديوش الطب النفسي ما بغاوش يديناه الفوق وما كيبغيوش شي قبطوش لا شكون هو خبطوني كيقبطوش فمتابعي قناه شوف سي في هذه هي القصه ديال اسماعيل اصدقاء القناه هذه القصه الاليمه ديال اسماعيل متابعي قناه شوف سي في قصه غريبه وقصه صادمه وما جات غادي نطلعوا النبيل اخي شد حبيبي نبيل غادي نطلعوا للبشيين ياك انت من البشيين اسمع ونرتاح انا تما وانت ما ارتحيتيش تما انت ما ارتحيتيش اخي ما ارتحتش كي وقع شي نزيد تما انا خاطيني من داك الشيء قول له القتله اللي كان عطانا رشيد فانا ما عطاني لا قتله لا تاع العبار لقيت الذهب انايا لقيت الذهب وراك عارف اخي هاد الفلوس كامله ملعونه في الذكر الحاكم فمتابعي قناه شوف سيدي راكم عارفوا خرج على عقلو وان شاء الله يكون خير ان شاء الله اش تقولنا على حقك يا اخي خايب بغيت حقي باش نقد راسي ونحد ما ساكنين في الكرا يدك يدك مال يدك مال يدك عام مستديمه في اليد لبنى 20/12/2008 ضربه عام مستديمه تعرضت هولندا تعرضت هولندا مور 17 سنه الايراد العمري قدره 4640 درهم هذا هو هذا هو اسماعيل متابع قناه شوف تي في غادي نرجعوا لهذا الموضوع مثلا شي محسن هضر اخويا خذ راحتك نقدوا لي غير خايا شي ناس الاطباء ديال البلاد اطباء نفسانيين يجيو يشوفوا لي الحالات خايا وداك العائله ديالي كنطالب منهم يعطيوني حقي والناس المسؤولين ديال البلاد يتدخلوا لي في هذه القضيه هذه صافي باش نقد راسي ونقد خي